الاهلي يهزم البنك الاهلي بهدف نظيف ويواصل صدارته للدوري منفردا. كابتن شريف الف مبروك. مبروك كابتن ايمن، مبروك سلاس نقاط، مبروك التقدم واعتلاء القمه كالعاده. نحافظ باذن الله على هذه القمه بعد ما نرجع من المغرب باذن الله. شوف يا كابتن ايمن، المباراه النهارده شوط ثاني غير الشوط الاول، فيها ايجابيات كثيره جدا، خاصه انا بالنسبه لي وجود عمرو السوليه عوده من الاصابه، بيرستاو، تغيير فخري ونزوله ولعبه في مكان تاني غير سويتشات حصلت، رجوع محمد طاهر زي ما انا كنت بناديك ناحيه الشمال في اخر المباراه، كل الحاجات دي ايجابيات بالنسبه للجهاز الفني. عنده بطوله كبيره جدا رايح يلعب فيها، محتاج كل التغييرات اللي حصلت دي، كل الوجوه، رغم حاله الارهاق اللي هي احنا خارجين بينها واضحه جدا النهارده من مباراه الزمالك. والغيابات كتير قوي بقى لك 48 ساعه بس لسه لاعب مباراه ذات ضغوط نفسيه وتحمل وجري كتير جدا ونتيجه، وكل ده واضح النهارده من الشوط الاول والتغييرات الست لعيبه اللي هي كان موجود، الهارموني كله اتعوض كله في الشوط الثاني، شفنا شكل تاني الحقيقه، وبنطمن اكتر واكتر بعوده اللعيبه المصابه كلها. تقدر عندك عند الجهاز الفني قاعده كبيره جدا تقدر تشكل منها اي تثبيت تيم واي شكل، ما بقاش في مشكله الحمد لله النهارده من مباراه اليوم. بنشكر ربنا على المكسب يعني، وجود محمد شريف وتكرار الثقه معاه وانه احرز هدف برده، وانت مش مطلوب منك من الفورورد بتاعك غير انه يحرز هدف يعني. انا النهارده والماتش اللي فات والكلام من ده فكرني بيك الحقيقه محمد شريف، كنت عندك الحته دي في منطقه الجزاء، تعرف تجيب جول، تعرف تستوب كوره، تعرفش في راجل يعرف يفتكر كوره، في راجل يقدر يوقف كوره واحده على صدر واحده واثنين وثلاثه ويبعتها، في ربنا بيدي امكانيات لكل واحد، فالتوفيق بتاع ربنا بنبقى محتاجينه في اوقات معينه. النهارده احسن توقيت حصل ان احنا خدنا سيناريو فات، فاكر احنا لما كنا بنتكلم انا وانت دايما لما بنطلع من مباراه كبيره او بنطلع من بطوله او بنطلع من اي حاجه بنتعصب بنتعادل ما بنبقاش موفقين، انما الحمد لله النهارده كسرت القاعده، ومبروك علينا الثلاث نقاط، ومبروك علينا اللعيبه كلها اللي رجعت النهارده، الف حمد لله على السلامه.